أهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي والتي تنظمها المجالس المحلية في المنطقة. رئيس حزب البي واي دي صالح مسلم يعلن تمسك الإدارة الذاتية بالمضي في إجراء الانتخابات المحلية في شهر آب المقبل في مناطق سيطرة قسد شمال شرقي سوريا. محكمة الإدارة الذاتية في مدينة الحسكة التابعة لقسد تحكم بالسجن لمدة 3 سنوات على الطفل علي محمد حامد الخبيل البالغ من العمر 12 عاما بتهمة شتم قيادات من قسد. إصابة سيدة بجروح جراء اشتباكات عشائرية استخدم فيها الأسلحة الثقيلة في مدينة رشحيل بريف دير الزور الشرقي. أهالي حي الحميدية بدير الزور يشتكون من ممارسات ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لقوات الأسد والتضييق الذي تمارسه تلك القوات بحقهم. مقتل 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين يوم أمس السبت في عمليات اغتيال متفرقة نفذها مجهولون في مناطق متفرقة بمحافظة درعا وفق موقع تجمع أحرار حوران.